عودة عين باب الطاقة والحمد لله، وهاي أكبر نعمة من الله. سبب نشفانه الحكي من تقريبا 5 سنين وراء هي تكاثر الآبار الاصطناعية بالمناطق الجبلية بكثافة، وزيادة روي الأراضي والمحاصيل بالمي الجر. بهل سبب هذا صارت تخف منسوب عين باب الطاقة وكثافة الصواريخ والبراميل على المناطق الجبلية وعلى مناطقنا. المناطق الجبلية وقفت الآبار كافة لكونه رزق وسقاية ما ضل فيه، ونحن هون الحمد لله بسبب يعني رب ضارة النفع الصواريخ والبراميل. يعني الله دخيل اسمه من وراء الصواريخ والبراميل، الله دخيل اسمه طقت العيون من جديد. باب الطاقة سميت بباب الطاقة، هي بالأحرى اسم عين الطاقة بسبب يعني تواجد العين بباب الطاقة، وسميت عين الطاقة لوجود العين والبركة بباب الطاقة، وازدهرت وانشهرت بميتها العذبة والحلوة والنظيفة. نسبة أنا ورفقاتي هون كل جمعة، نستنى يوم الجمعة ومنلم رفقاتي ومنجي هون نسبح. يعني منقطع الكهرباء بيصير شوف عوني، ومناطق في كتير من المناطق محررة غير عين باب الطاقة، إدلب والمعرة وكذا وكفران بالبيجو بيتسبحوا هوني.